السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، بإذن الله. بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى. إحنا بنعمل أعمال خير كتيرة في حياتنا الحمد لله، أكيد الملائكة بتدونها وربنا بيحاسبنا إن شاء الله عليها، لما سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولكن ما بندرسش قوي بحتة إن الحسنة تبعها من وأذى ولا لأ. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في كتابه الكريم إن اللي بيعمل خير أو بيعمل حسنة زي اللي زرع نبتة طلعت إيه؟ سنبلة، والسنبلة فيها 100 حبة، والله يزيد لمن يشاء. يعني أنت عملت خير زي البذرة طلعت لك إيه؟ 7 سنبلات، كل سنبلة فيها 100 حبة، أدي إيه؟ 700. والله ممكن يزود لك بقى ايه، ب7000، ب7 مليون، زي ما حضرتك عايز، وزي ما ربنا ما يشاء يبارك لك في الزرعة بتاعتك. ف الشرط بقى علشان السنبولة دي، السنابل دي تطلع وتبقى فيها 100 حبة، ان انت لا تتبعها بمن ولا أذى. تمام. في آية برضو ايه بتقول لك، بتحكي لنا عن سيدنا سليمان وعن هاروت وماروت. يقول: وما كفر سليمان ولكن كفرت الشياطين. الشياطين هي اللي كفرت يعلمون الناس السحر، ومن اللي نزل على هاروت وماروت في بابل استعملوه عشان يفرقوا بين المرء وزوجه. حتى هاروت وماروت لم يقال انهم كفروا، هما ملكين، الملكين هاروت وماروت، ان هما اتعلموا السحر اللي ربنا انزل عليهم، علم السحر مثلا او التفريق ما بين الزوج. وكانوا بيقولوا اللي بيعلموهم بيقولوا لهم: خلوا بالكم احنا فتنه. تمام. ف في ناس بتعمل المعاصي وتيجي تقول لك ايه، او مش المعاصي، تنصح حد بحاجه غلط او يوري له حاجه وحشه على التليفون، يقول له: بس خلي بالك انا قلت لك ده حرام، انت حاطه في تليفونك ليه؟ انا راجل لعين يا اخي، انت ما تبقاش لعين. ويوريها لك بكره وبعده وقول اصحابك وبتاع، لا يتوقف. طب لو انت عارف انها حرام، طب ما تحاول تلم نفسك. يقول لك: ما اقدرش. ده لو هو صريح يعني، لكن في الغالب هيقول لك: لا لا، انا يا اما ينكر انا ما بعملش، يا اما يقول لك: انا قلت لهم انه حرام، انا عملت اللي عليا. ما برضو دي حته فلسفيه كده، اللي هو واحد يقول لك ايه، هو انا عشان ما بصليش يبقى معناها اقول للناس ما تصلوش؟ لا، يقول لك: انا راجل مسلم في الاول وفي الاخر، ولو انا مقصر في الصلاه فاقول للناس: لا صلوا، انا وحش يا عم او عندي مشاكل بس انتوا صلوا. شوف الخطاب عامل ازاي. بينما واحد تاني يقول له: ما بصليش، ويلهيك يوريك حاجات تلهيك عن الصلاه، يقول لك: خلي بالك الحاجات دي بتلهي عن الصلاه، بس تعالى بس خليك قاعد معايا شويه افرجك بس. شفت السبيتش، الاتنين بيعملوا نفس الحاجه، ممتنع عن العبادة أو ما بيتقيش الله في شيء ما، وبيحرض غيره إنه ما يتقيش الله، وفي نفس القعدة يقول له: على فكرة ده حرام، ده غلط، أنا فتنة على فكرة، خلي بالك. طب وإيه؟ ما أنت بتكرر نفس المشكلة وبتعيدها على أكتر من واحد، ونفس الشخص كررها له كذا مرة. طريقة حوارك معاه تقول له: على فكرة أنا قلت لك حرام، خلي بالك. شوف الطريقة. بينما واحد تاني يقول لك: بص انا ما بصليش، هو حرام انا عارف، بس انت صلي يعني، انا مش هعطلك، اتفضل. شوف طريقة الكلام مختلفة ازاي. ده واحد نيته وطريقة كلامه حرام وما تعملش وما تغلطش غلطتي، واحد تاني حرام وغلط وانا بعمله وانت ما تعملوش بس اعمله. شوفوا ازاي النوايا بتزنت الزير. الكلام عبارة، أنا بقسم الكلام كده، أو لما باجي أتعلم لغة أو أشرح لحد لغة بقول لهم: اللغة عبارة عن نقى حبوب، حبوب بتاعت نباتات. ممكن تحط الحبوب دي جنب بعضها فتطلع لك إيه؟ نبتة جميلة حلوة متناسقة. وممكن نفس البذور بس تحط بذرة كذا مع بذرة كذا، يعني نفس مجموعة البذور بس شوية تغيير بسيط، تحط البذرة دي هنا كده ودي هنا وبتاع، فنبتة جنب نبتة ممكن تخنقها، تغير معناها، تطغى عليها،
زي زرع ما بقول لكم، اما بيكبر بيلف على الزرعه اللي جنبها ويخنقها، حتى بياكل من جذورها وياخد الغذاء بتاعها. فترتيب البذور بتاعت الكلمه حورت فيه بشكل بسيط بقى حاجه تانية خالص. هتلاقي بذور ما نبتتش، هتلاقي الكلام طلع حاجه تانية خالص او مختلف بعض الشيء. نفس الجمل ممكن تقولها لواحد تاخد عليها حسنات، ونفس الجمل تقولها لواحد تاخد بيها سيئات. طب قول لي يا عم محمود، انت عرفت منين ان دي سيئات وحسنات؟ هو انت اللي بتكتب الصحف بتاعت الناس؟ لا يا حبيبي، الحمد لله ما بكتبش الصحف دي، شغلة الملائكة، ولكن انا متلقي، وربنا اداني عقل، وربنا اداني قرآن. فواضح قوي اللي بيجي يقول لك بص الحاجات دي وبتاع، بس خلي بالك ده حرام. لا لا استنى، لا لا حرام، عايز تشوف شوف بس حرام، بص بقى واجي لك بكره اعمل معاك نفس الحركه وبتاع. طيب انا كده قلت لك انه حرام وغلط، اوعى تتفرج على الحاجات دي تاني. حتى بص شوف السبيتش وشوف الطريقه عامله ازاي، مستفزه تخليك اللي هو متردد شويه يعصي، وانت عارف انك بتغويه، وهي دي طريقه ابليس. الشجره دي محرمه، بس اصل دي فيها الخلود، بس هي عشان محرمة ما مش هناكلها بقى، ما احنا ما ربنا منعها عننا. شوف شوف بيغريك وبيسخنك، بس يقول لك بس حرام، خلي بالك ممكن تاكل منها بس من غير ما حدش ما يشوفك، يعني ما تقولش لحد. ها شوف طريقة الغواية، ويقول لك انا اتقي الله في الاخر. ابليس يقول لك ايه، انا اتقي، انا بخاف من ربنا يا ابني، انت روح انت اعمل، اولع انت بنفسك، انا قلت لك حرام وقلت لك غلط وقلت لك ما تروحش. ايوه قلتها لي ازاي، ما تروحش بس ما تاكلش منها، هي بصراحة حلوة بس ما تاكلش منها بقى، ما تروحش هناك بقى، طريقة كده خبيثة. فشوفوا الحوار، انت ممكن تكون بتأمر بالمعروف، يعني الناس لو في حد من الامن السري وانت قاعد بتتكلم قاعد يدون اللي انت بتكتبه ده، وراح للامن قال لهم شوفوا الراجل بيقول ايه، يقول لك والله الراجل بيقول كلام زي الفل، لكن ما شافوكش بتقوله ازاي. لكن لو صورك فيديو يقول لك يا ابن ده شيطان، ده ابليس، هاتوه، هيبان انت راجل بتحرض على حاجه وبتقول عكسها. وهي دي الدعايه العكسيه اللي معموله في الماركتينج عموما، اللي هو يقول لك عشان يخليك تشتري الحاجه الغاليه، هو عايز كده كده يخليك تشتري وهتشتري، بس هو في المحل في المتاجر او في الدعايه عايز يخليك تشتري اغلى حاجه، فيجي يقول لك على فكره ده كويس جدا وبتاع، الحاجه اللي انت اخترتها او ميال ليها، يقول لك ورخيصه سعرها مناسب وممكن تتقسط وبتاع ده، بس هي ما بتعملش كل الفانكشنز بصراحه، وبتيجي بعد سنه البطاريه دي بتفضى وملهاش بديل في السوق للاسف. في نوع تاني في بتاع ده بس غالي عليك، في نوع تاني بطاريته بتقعد 10 سنين ولما تيجي تغيرها رخيصه جدا وممكن تلاقيها في كل حته، بس غالي عليك بقى، ما انت معاك 10,000 روبل، ما معكش فخلاص. يقول له لا 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 هتصرف وبتاع ده، قلت لك بلاش بلاش تجيب الغاليه لحسن تعيط والفلوس دي تكون محتاج عايز تاكل بيها عيالك. يقول له لا لا هشتريها وبتاع، وعليها عرض على فكره، هتاخد معاها قطع غيار بتاعت مواس حلاقه، لو ماكيت حلاقه مثلا، بس والعرض ده لو اشتريتها النهارده، بس لو معكش فلوس خلاص مش مهم العرض بقى، لا لا ما هشتريها النهارده. فشوف الطريقه خبث كل كلامه، يقول لك ما تشتريهاش عشان معكش فلوس، لو معكش فلوس ما تشتريش، خلي بالك غاليه، خلي بالك مش عارف ايه، ودي ارخص وحلوه اهي وبطاريتها اي نعم بتبوظ بعد سنه، بس شوف قال لك انا. ويجي حد يقول لك انت لبستني في دي يا ابن لبستني في ام 10,000 وضحكت عليا، انا ما ضحكتش عليك، قلت لك ما تشتريهاش 10 مرات، اقول لك بحق كل 1,000 روبل قلت لك ما تشتريهاش، قلت لك غالي عليك، وقلت لك في عرض ومش مهم العرض، انت اللي اصريت تاخد العرض، اصريت تشتري النهارده، وما خدتش الرخيصه اللي قلت لك حلوه، انت اللي اخترت، لا انت قلت لي على الرخيصه دي وحشه وبتاع، لا ابدا انا عيب في البضاعه بتاعت المحل، مستحيل. شوفوا هو ابليس كده، فاوعى تكون ابليس دون ان تدري، تلاقي نفسك بتقول للناس حاجه بس السبيتش طريقه الكلام
نطورت الحبوب بتاعت الحروف بتاعت الكلام، خليته بشكل خبيث مستفز للتاني، يقول لك انا لا انا عايز اعمل حرام. امال الناس بتقع في الحرام يعني بالساهل كده؟ لا، ده مكر الليل والنهار من بشر حواليك عمالين يقول لك ما بلاش الموضوع ده، ده صعب عليك، ده مش عارف ايه وبتاع. والحاجات المفيدة تلاقيه بيقول لك لا لا خطر، اوعى تعمل، انا اعرف مش عارف ايه فلان حصل له كذا ومش عارف ايه، ما حصل له كذا راح هناك فلس والراجل جات له جلطة وقعد في المستشفى دلوقتي، اوعى تروح المشروع ده. تشوفها بتبقى حاجة مفيدة ليك، بيتكلم بحرقة مش بالطريقة الخبيثة بقى التانية اللي هي الدحلاب بقى، اللي هو بلاش تروح، انا قلت لك انه حرام انه غلط، هي البنت لقطة قشطة بصراحة، بس قلت لك ما تروحش ما تقابلهاش، والرجالة بتجري وراها بالمشوار بس عشان هي رخيصة اصلها، بنت مش كويسة بصراحة، بس تستاهل، بس تستاهل ناس مش كويسة، انت راجل كويس، تستاهل ناس وحشة، انت راجل كويس، بلاش بلاش تقابلها. فطبعا شوف عمال اكركرك اجرجرك ازاي، اقول لك جميلة والناس بتجري وراها، فانت تسخن، انا كمان ايه بقى البنت مدياني ميعاد لازم اروح، لولاش بس اديتها ميعاد، بس انا لو مكانك ما اروحش. فيقول لك لا لا انا مش مكان، انا احسن منك، انا هروح اقابلها واعمل الرذيله. تمام، افتكر اني قلت لك حرام، تخيل ان ابليس ممكن ياخد حسنات من على قفاك، يقول لك انا قلت له انه حرام، هو الراجل يعني الملائكه مش واخده بالها من اللقم ده، ربنا بيقرب قلوب، عارف ان القلب ده خبيث وبيقول لك الحاجه وهي عكسها. ف يعني شوف انا جبتها لك بس ايه من ورا خالص، من هاروت وماروت، عشان بس ايه يعني اجيبها لك من كف النواحي عشان نبقى الفكره واضحه. كلام خلص، يا رب تكون حلقه النهارده مفيده ليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم، امين.